ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر مرحبا بك. أوكرانيا تسقط أو تعلن إسقاط 14 مسيرة خلال الليلة الماضية، هذا لناحية. لناحية أخرى الكرملين يتحدث عن زعزعة الاتحاد الأوروبي في حال قبول عضوية أو انضمام أوكرانيا للاتحاد. هناك تفاصيل وتطورات سياسية وميدانية تجري لناحية الأزمة الأوكرانية، ضعنا في صورتها. نعم ميشا، بالفعل هنالك ربما حالة أقرب من الإحباط في الشارع الأوكراني، خاصة بعد الإحباط الذي مني به الجانب الأوكراني في هجومه المضاد، وتحول في هذه المرحلة إلى مرحلة الدفاع وأيضا الانتظار لوصول المساعدات العسكرية، حتى بعد تأجيل الكونغرس الأمريكي الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، وأيضا معارضة هنغاريا مؤخرا في الاجتماع عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. كل هذه الأمور تنعكس على الميدان بسرعة. خلال 24 ساعة الماضية أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاطه 14 مسيرة روسية أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية. جاءت هذه المسيرات أيضا بعد يوم شهدته الأراضي الأوكرانية كثافة من الصواريخ الروسية، وتحديدا أيضا في العاصمة الأوكرانية كييف. هنالك أيضا نسبة مرتفعة بأعداد الاشتباكات على المناطق الشرقية والجنوبية. الجيش الأوكراني بات يتحدث عن اشتباكات وأرقام اشتباكات عالية جدا، 120 اشتباكا سجل خلال 24 ساعة الماضية، وأيضا تم تسجيل ما يقارب من 56 هجوما صاروخيا ومدفعيا على المناطق الشرقية. الجيش الأوكراني ما زال يقول بأن الجانب الروسي لم يتخلى عن فكرة محاصرة بعض المدن في المناطق الشرقية، وتحديدا الحديث يدور عن منطقة أفديفكا، لكن ما زال الجيش الأوكراني على الرغم من بعض الإحباط الذي مني به في المناطق الجنوبية إلا أنه يقول أنه يدافع عن منطقة أفديفكا، وأنه ما زال يسيطر على بعض مفاتيح هذه المدينة التي باتت أقرب إلى المحاصرة في المناطق الشرقية. ميشا، شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا عامر العروقي.